بنقول التعديل بقى، التعديل الاول اي لاعب من لاعبي فريق المرسل ممنوع ان هو يرفع ايديه اعلى من راسه اثناء الارسال. يعني دلوقتي الارسال ده بيتلعب مفيش لاعبات ترفع ايديها اكتر من ايه؟ من راسها. يعني ما تعملش الكفر زي اللي كان بيتعمل زمان اللي بنقول عليه الستاره او الكفر عشان يغطي على الفريق المستقبل ان هو بيلعب الارسال ازاي. ارسال من اعلى، استقبال تاتانيا، اعداد مريم، ضربه ساحقه من تاتانيا يا ولد. وادي مره ثانيه نادي هليوبلس من النادي الاهلي، مريم ثابت المعده وضربه ساحقه تغطيه على حائط الصد كده وعلى الضارب من ندى وليد. برافو يا ندى، برافو يا ندى، غطت على الضارب وانقذت الكره وحائط صد اهو مشترك او زوجي ما بين ايه خالد وتاتانيا بوكان، وبيجيب النقطه 16.